حدثني أعقل المجانين عن ألف ليلة وليلة. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون، حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لما وصلحنا لما هو عليه الآن. في حلقة اليوم سنبدأ بحكاية نذكر القراء بها. فقد قدمنا هذه الحكاية باللغة الإنجليزية للقارئ الأجنبي من أجل أن يعرفها، لكن لماذا لا نذكره بالعربي صاحب هذه الحكاية بحكاية ستعيده إلى أمجاد وأوقات سيتمنى لو أنها لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. لدينا حكاية ألف ليلة وليلة، وهي الحكاية المحسوبة علينا كعرب، مع أنه يتم تشويه سمعتها بأنها ليست حكاية عربية. فحتى لو قلنا أنها حكاية عربية وهندية وفارسية، فقد أجمع العالم بأن أصل هذه الحكاية عربية، وأن الأصل الذي يجب أن يترجم منه هذا العمل هو الأصل العربي. فلا يحق لأي أحد أن يترجم هذا العمل من لغة أخرى غير اللغة العربية، فالجميع يرجع إلى الأصل العربي ليأخذ نسخته خاصة منها، سواء كان باللغة الإيطالية أم الفرنسية أم الإنجليزية وغيرها. حصلت على الكثير من الترجمات ويدرسها الكثير من القراء البارعين الذين يهتمون بالحكايات الفانتازية والخرافية. فسنجد أن هذه الحكاية قد تكون الأولى وقد تكون الوحيدة والفريدة من نوعها منذ زمن طويل لها علاقة بالفانتازيا. تبدأ حكايتنا في إطار يشمل الحكايات جميعها عندما نتحدث عن شاه زمان. كان سلطانا ولديه مملكة بجانب مملكة أخيه شهريار. فبالتالي في يوم من الأيام خرج إلى الصيد، لكنه تذكر أنه نسي خاتمه، فعاد ليأخذه ووجد زوجته تخونه مع أحد العبيد، فقتلهما وجلس مهموما محزونا وقال: ما نفعي كسلطان إن لم أكن كافيا لزوجتي واكتفت هي بخادم لي. فبالتالي لاحظ وزراؤه وأهل الحكم أنه حزين ومكتئب ويرفض الحديث مع أحدهم، وفات بمرحلة تأثر وصدمة رهيبة، فأبعثوه إلى مملكة أخيه شهريار علّه يعرف سبب حزنه وعلّه يتمكن من إخراجه من هذه المرحلة الحزينة. فبالتالي حاول معه أطباء شهريار وحكماؤه، فلم يتمكنوا من معرفة ما يحزنه ولم يتمكنوا من إخراجه من هذه الحالة. فقال له شهريار: يمكنك أن تبقى هنا معي في القصر إلى أن يتحسن حالك، ولا بد لك من العودة إلى ما كنت عليه في يوم من الأيام. فخرج شهريار مع أصدقائه إلى الصيد، وكان شاه زمان جالسا ينظر من شباك القصر نحو البركة، فوجد مجموعة من الجواري يرقصن ويغنين قرب نهر يجري ويقطع أرض هذا القصر، لكنه بعد قليل وجد 99 عبدا يقتربون من الجواري 99، ووجد زوجة شهريار تخرج إليهم وتصفق بيديها وتقول: مسعود يا مسعود. فيأتي عبد أسود ضخم الجثة ويكون شاه زمان شاهدا على أكبر عملية خيانة ماجنة على ضفة النهر بين 99 جارية و99 عبدا والملكة وأحد العبيد. فيخرج من صدمته ويقول: ها هو أخي أقوى مني وأعلم مني وأكبر مني قدرا وقيمة، وكل هذا لم يمنع حدوث هذه الخيانة بهذا القدر، فما جرى معي لا يعتبر شيئا مما جرى مع أخي، من يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. فبالتالي رجع لفرحه عندما عاد أخوه من الصيد، وجده يأكل ويشرب ويتحدث مع الناس بشكل طبيعي، فسأله: ما الذي جعلك على هذه الشاكلة؟ فقال له: لن أخبرك بذلك، لذا عليك أن ترى بأم عينيك، فأعلن غدا أنك ذاهب إلى الصيد ولا تذهب، وابقى معي واختبئ هنا وسترى بيوم عينيك ما يجري. أطاعه شهريار في هذا الأمر وأعلن أنه ذاهب للصيد في اليوم التالي. في نفس الوقت اختبأ دون أن يعرف أحدا بذلك في غرفة أخيه شاه زمان. وبعد مرور بعض الوقت خرجت الجواري 99 والعبيد 99، وخرجت زوجته ونادت على مسعود، وبدأت حفلة المجون والجنس والخيانة. فبالتالي يشهد هذه الخيانة ويغتم ويهتم، فيقتل الجميع ويقول لأخيه: بعد ما جرى معنا ونحن ملوك لا أعتقد أننا نستحق هذا الحكم، فلنخرج أنا وأنت بعد أن نسلم الحكم لوزرائنا، لنخرج في هذه الأرض ونرى هل هناك شخص أصابه ما أصابنا، أم أن هذا الأمر خاص بنا ونحن فردان ملعونان. فبالتالي عندما خرج ذهب في رحلتهما ارتديا ثياب الفقراء وخرجا في رحلة، إلى أن وصلا إلى واحة معينة أرادا أن يشربا منها الماء، لكن ما فاجأهما هو حدوث عاصفة خافا منها واختبأا في شجرة، وعندما عرفا سبب هذه العاصفة تسلقا هذه الشجرة، فقد خرج من وسط الماء جني. هذا الجني كان يحمل على ظهره صندوقا، فاختبأ الأخوان
أعلى الشجرة ينظران إلى هذا الجني الذي أنزل الصندوق من على ظهره وفتح الصندوق ليجد فيه صندوقا آخر ثم يفتح ويفتح الآخر فيجد هناك صندوقا آخر إلى أن تتوالى الصناديق ويفتح سبعا من الصناديق وتخرج من بينهم حسناء جميلة. فيقول هذا الجني: يا عذراء الجميلة التي خطفتها في يوم زفافها وحميتها من الثقلين، ها أنت لي وحدي، أنا الآن متعب وأريد أن أستلقي في حضنك وأنام. فيستلقي في حجرها، فتنظر هي إلى الأعلى وترى الأخوين وتخبرهما أن ينزلا، فقالا أن هذا الجني سيقتلهما إن نزلا، فتهددهما بهذا الجني فينزلان، فتفتح صندوقا فتطلب منهما أن يقضيا وطرهما منها، فيخافان وينقلان إن فعلا ذلك فإن هذا الجني سيقوم بالقضاء عليهما، فهددتهما بالجني مرة أخرى وأخبرتهما أنها ستوقظه ليقتلهما إن لم يناما معها والآن. فبالتالي نفذا لها طلبها مكرهين بعد أن قضيا وطرهما منها. فتحت هي علبة تحتوي على الكثير من الخواتم وقالت لهما: أعطياني خاتميكما. فناولها الخاتمان ووضعتهما في الصندوق وأغلقت عليهما. فعندما سألاها عن حكايتها قالت أنه كان من المقدر لي أن يتم زواجي على ابن عمي، وقد أتى هذا الجني واختطفني في ذلك اليوم وحرمني من هذا الزواج، ولازلت للآن معه، وقد أقسمت على نفسي أن أخونه مع 1000 رجل دون أن يعلم، وبكما أنتما الاثنان فقد أتممت العدد 1000. وصعدا إلى الشجرة مرة أخرى عندما استيقظ الجني، فتعود إلى الصندوق ويغلق عليها 7 من الصناديق ويحملها على ظهره ويغادر. فينزل شهزمان وشهريار من الشجرة فرحين: ها هو مارد جني، وهو أقوى منا وأشد منا، وحصل معه أفضع مما حصل معنا. فالمبدأ هنا: من يرى مصيبة غيره تهون عليه مصيبته، فيفرحان ويعودان إلى الملك. لكن شهريار يتخذ قرارا صعبا فيقوم بقتل جميع الخدم والجواري وبقتل زوجته، لكن قراره التالي كان أمرا جعل الحياة أصعب في مملكته. فقرر في كل يوم أن يتزوج فتاة، وعند حلول الفجر يقوم بقطع رأسها، تضمن له العذرية ما قبل ويضمن له الوفاة ما بعد، أي أنه عندما يقتل هذه الفتاة لا يمكن أن تكون مع غيره ولا يمكن لها أن تخونه بعد أن ينام معها، لكن العذرية ستقول له أنه لم يكن لديها شريك أو حبيب قبل ذلك. الفكرة هنا في إطارها فكرة امتلاك جسدي، فنرى أن قيمة المرأة كانت عبارة عن قيمة جسدية في البداية، لكن يريد الكاتب أن يريك أن العلاقة إن كانت جسدية وإن كانت قيمة المرأة جسدية وأنها من الممتلكات، فهذا سيؤدي إلى حياة أصعب وسيؤدي في نفس الوقت إلى خيانات. فنرى أن أغلب الخيانات تأتي لعدم مراعاة الطرف المعنوي، لعدم مراعاة المشاعر. فبالتالي هذا الأمر أدى إلى زعزعة الحكم وإلى خروج الكثير من العائلات من مملكته، إلى أن وصل الدور إلى وزيره. فكان وزير شهريار لديه فتاتان، إحداهن كبيرة قارئة للكتب عارفة وتدعى شهرزاد، والأخرى صغيرة لا تبلغ 5 من عمرها وتدعى دنيازاد. فتقول له: قل للسلطان أني قبلت طلبه. وأخبرت أختها في نفس الوقت: عليك أن تختبئي بين حقائبي وأغراضي لتدخلي معي إلى القصر، وعندما يقضي الملك وطره مني عليك أن تطلبي زيارتي والجلوس معي، وبعد أن تجلسي معنا أطلبي من الملك أن أمضي هذه الليل وأنا أقص لك حكاية اعتدت أن أحكيها لك قبل أن تنامي. ففعلت ما فعلت وطلبت دنيازاد من الملك أن تجالس أختها وأن تسمع منها الحكاية التي اعتدت أن تقولها لها قبل أن تنام. فقال الملك: كوني سأقتلها في النهار، لماذا لا أمنحها هذه الأمنية الأخيرة في الليل؟ فتبدأ شهرزاد برواية حكايتها من حكاية التفاحات 3 والشاطر حسن والسندباد وما إلى ذلك. طبعا نشير إلى أن حكاية السندباد في هذا الكتاب لم تكن مضافة في النسخة الأصلية لكتاب 1000 ليلة وليلة، وإنما تمت إضافتها بعد قرون من كتابة هذا المؤلف. أن حكاية السندباد وهي الحكايات 7 التي اقتبس منها الكثير من الأعمال، ما هي لحكايات أضيفت على 1000 ليلة وليلة ولم تكن في أصلها من الحكايات التي روتها شهرزاد. لكن الفكرة كونه أن العمل فولكلوري فقد يضاف إليه أعمال متلاحقة، وقد نرى أن هذه الأعمال كتبت عبر العصور وقد جمعها شخص ما في هذا الإطار. وإلى الآن نجد أن هناك من يجمع هذه الحكايات لكننا لا نعرف من هو المؤلف. نعود إلى حكايتنا، وتبدأ شهرزاد في رواية حكاية بعد الأخرى، وتتعمد أن توقف هذه الحكاية عند جزء يثير فضول هذا الملك، فيقرر الملك على إبقاء حياتها إلى اليوم التالي فقط ليستمع إلى هذه الحكاية. فبقيت شهرزاد تروي حكايات على مدار 1000 ليلة وليلة لفترة تزيد على 3 سنوات.
وفي نهاية الحكاية نجد أن لشهرزاد أطفالا من شهريار، ويقرر شهريار ألا يقتل شهرزاد فقد وجد رابطة مختلفة معها، فقد أصبحت شهرزاد ذات قيمة كبيرة عنده، ليس لحكاياتها بل للعبرة الموجودة في هذه الحكايات وللعلاقة الغريبة، حيث أنها أوضحت لهذا الرجل أن قيمة المرأة ليست في جسدها، وأن العلاقة القائمة على العلاقة الجسدية والتملك الجسدي تفضي إلى علاقة فارغة، وقد تكون هي السبب الأساسي في الخيانة. فمراعاة المشاعر أفضل من مراعاة الجسد، وتملك الجسد وأن يصبح هذا الجسد قيمة لهذا الرجل سيدفع المرأة بحد ذاتها إلى تدنيس هذا الجسد وتدنيس هذه القيمة في طريقة منها لتدنيس قيمة هذا الرجل والتقليل من قيمته. فنرى أن إحدى الرسائل الموجودة في هذه الحكاية هو أن قيمة المرأة تتجاوز جسدها وتعبر إلى عقلها. فنرى أن العلاقة الروحية والفكرية بين الرجل والمرأة هي العلاقة الصحيحة والسليمة التي لن تخلو من العلاقة الجسدية، لكنها تحرر هذا الفكر من الجسد إلى العقل والروح. الآن هناك الكثير من الحكايات العجائبية والغرائبية من إنس وجن ومخلوقات ومغامرات وجرأة وحب وعشق في هذه الحكايات، فكل حكاية من ألف ليلة وليلة أهم مما قبلها، وفي كل حكاية تجد أنها أقرب إلى الحياة وطريقة سيرها، فتتعجب أنت من الأمور في حالات أقرب إلى الحياة، فتجد أن هذه الحكايات في معظمها واقعي، وإن تم التحريف فيها بعض الشيء بإدخال الجن أو بإدخال ظروف غرائبية، لكننا نرى الكثير من الرسائل الجميلة، حيث أن الدافع الأساسي في الحكايات الموجودة في ألف ليلة وليلة إما أن يكون العشق والحب والغرام، وإما أن يكون لمنفعة مادية معينة. فنجد أن الرجال والنساء يعيشون حياة في نظرنا قد تبدو أبسط من حياتنا نحن، لكنها حياة ثرية بتجارب حقيقية. فمقارنة بألف ليلة وليلة وحكاياتها، ومقارنة بما نعيشه نحن هذه الأيام، نجد أن تجربنا وحياتنا وخبراتنا متعلقة بشاشات وهواتف، لكن خبراتهم متعلقة بأناس يلتقون بهم، فحياتهم مليئة. أي أننا إن أردنا نتخيل كيف ستكون الحياة بدون وجودي وسائل التواصل الاجتماعي وحياتنا الكئيبة هذه، سنجد أن هناك حياة ثرية ناضجة مليئة بالألوان، وأنه فعليا كان هناك الكثير من الأمور التي يفعلونها في ذاك الوقت، فنجد أنهم أكثر حرية منا وأكثر انفتاحا منا، وأنهم مندفعون خلف مشاعرهم وأفكارهم ويعبرون عن أنفسهم، حتى لو كان هذا الأمر سيجلب لهم بعض من المشاكل والمصائب، فهم مستعدون أن يواجهوا هذه المشاكل فقط في سبيل حبهم وعشقهم أو في سبيل حصولهم على هذه المنفعة. فنجد الكثير من الحكم ونجد الكثير من الحكايات المعقدة، لكن في نفس الوقت حكايات جميلة، أسلوب رواية قوي. إن وصلنا إلى نسخة قديمة من هذا الكتاب فسنجد لغة فاضحة وألفاظا صريحة وجارحة، هذا يدلنا على أن هذه الحياة في ذاك الزمن وأولئك الناس كانوا متحررين أكثر منا، وكانت حياتهم أبسط، وكانت حتى ألفاظهم جارحة أكثر، لكن هذا الأمر بالنسبة إليهم قد عاد أمرا طبيعيا، لأنه يعبر عن شيء طبيعيا متقبلا في النفس البشرية من أفكار ومشاعر وغرائز وما إلى ذلك. فلم يكن هناك عيب من وصفها بهذه الطريقة، مع أن الطبعات الحديثة قد يرى فيها بعض الأمور، لكن هناك طبعات قديمة حافظت على نفس اللغة الجارحة والصارخة والفاضحة في كثير من الأوقات. فنجد أن هناك حبا وعشقا ورحلات وسفرات ومغامرات وكائنات وعمالقة في عالم فانتازي رهيب لعالم قديم اقتبس منه الكثير من الحكايات، سواء من حكاية السندباد أو من حكايات أخرى في أعمال عربية وأجنبية، لكن لا تزال هذه السلسلة الساحرة قوية جدا بحكايات لا تخلو من الشعر والأدب والحكم والعبر، وتتعلم منها كيف كنا نعبر عن أنفسنا وكيف كنا نتناقش، وفي نفس الوقت ما همنا في هذه الحياة وما هي قيمتنا. وستجد أيضا في هذه الأعمال دورا نسائيا قويا، فالمرأة فيها ليست أقل قيمة من الرجل، بل في نفس الوقت لديها أدوار ولديها حنكة. وستجد الكثير من الحكايات التي لها علاقة بكيد النساء ومعرفتهم، وستجد أيضا أن حياتهم طريقة وأسلوب تتمنى لو أنك تحصل عليه الآن، فستعرف أننا ورثنا الموروث الغربي من هذه الأفكار المنغلقة، وأعطيناهم موروثنا نحن العربي من الأفكار المنفتحة والحرية، وربطنا هذه الأفكار المنغلقة بالدين، فبالتالي أصبحت لدينا وجهة نظر سوداوية عن الحياة، في نفس الوقت الذين أخذوا فيها الكثير منا ومن ألوان هذه الحياة. فنجد أنك عندما تقرأ هذا الكتاب تحصل على الألوان في حياتك، ترى المعاني الحقيقية
وتشعر بالخبرات التي تتمنى لو أن لديك الشجاعة الكافية لتحصل أنت عليها. ترى طبعا في هذه الحكايات تقلب الأحوال والحياة من فقر إلى غنى ومن يسر إلى عسر ثم يسر مرة أخرى، وتجد أن هناك ارتباطا نوعا ما بالدين. ليس نفاقا بين أسلوب حياة هؤلاء الأشخاص والدين، بل هو أن الأمر كان أبسط بكثير وكانت وجهة نظرهم مختلفة تماما. أي أن من يريد أن يقرأ هذا الأدب ليحصل على جرعة كبيرة من الفانتازيا مع الحكم مع الشعر مع الأمثال مع لغة قوية وتعبيرات جميلة جدا، ليعود إلى زمن نحن نحب أن نكون فيه، نحب أن نعايشه، في نفس الوقت نفخر بتراثنا بحسنه وقبيحه، أي بمعنى أن لديك أساسا لتعود إليه في أدبك العربي، خصوصا في أدب الفانتازيا، وأن جذور هذا الأدب ضاربة في القدم. فإن أردت أن تحصل على هذه المغامرة لتعيش في حياة تتمنى لو أنك كنت جزءا منها، أو تتعلم منها أشياء قد تطبقها في حياتك في هذه الأيام، عليك بهذه الحكاية. لديك ألف ليلة وليلة من الحكايات، ولديك سهر طويل. دمتم في أمان الله.